ولكن تيسمعونا بزاف ما شويه تيتبرسطوا الناس. جينا الفكره ديريكت واضحه من الاخر ما فيهاش الفكره يعني راه شوف راه يعني وربالا اربيتر الله يحفظه بينا وبينه ما يجينا ما والو باقي عندنا جوج فينالات الله يرحم ليك اخويا الله يرحم ليك الوالدين اخويا المدير راه كنتعهل يعني يعني بالحقيقه ماشي بالتخربيق فهمت وي يكون خير يكون خير الحمد لله يعني ان شاء الله فرحان والله العظيم دقيقه تيريس بين اخويا المدير يعني والله العظيم خلاص خويا المهدي. نوع اجر الكره هي اجر ولكن الفعاليه ولا الفاعليه علاش تيقاتلوا اللاعبين والمدربين في الاخر باش يدوز النتيجه؟ حنا الا رديتي بان ما بقاش شي منها هذيك ضروري تفرج وتقنع وكذا وكذا بكثر ما خصك تكون واقعي بحدايا ديك الساعه تناقشوا في مسائل اخرى. لا قبل المهم اخويا علاش تيقاتلوا المباراه ديال خارج المغرب؟ خاصك ترفع الله نستافدوا ان شاء الله من هذا الموسم هذا وان شاء الله لن نهضر بركاني الى الوداد الرياضي